الرسمية لهذه الاتفاقية هي واحد موكبة 200 مشروع خلال سنة 2021 وتمويل 71% من المشاريع الموكبة، تنظيم واحد الأربعة ديال الأنشطة الهادفة لنشر الثقافة. الرسمية لهذه الاتفاقية هي واحد موكبة 200 مشروع خلال سنة 2021 وتمويل 71% من المشاريع الموكبة، تنظيم واحد الأربعة ديال الأنشطة الهادفة لنشر الثقافة. Des initiatives entrepreneuriales sur l'ensemble de la région d'Afrique. Le programme, l'objet de l'accord d'aujourd'hui qui a été labellisé intégré, visant la promotion de la culture entrepreneuriale à travers l'organisation de manifestations professionnelles et régionales telles que les caravanes, les forums, les journées thématiques, mais aussi il s'agit d'un programme visant. نظم المركز الجهوي للاستثمار واحد الشراكة، يعني عقدنا واحد الاتفاقية فيما يخص مواكبة حامل المشاريع. الشركاء ديال هذه الاتفاقية اللي تم توقيع عليها اليوم هما مؤسسة البنك الشعبي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مركز الجهوي للاستثمار، والوكالة ديال إنشاء المقاولة التابعة للبنك الشعبي. الأهداف المسطرة هاد الاتفاقية هي مواكبة واحد 200 مقاول وحامل مشروع مقاولة. واحد الهدف اللي سطرناه باش ناخذوا على الأقل واحد 70% من هاد المشاريع قبل نهاية السنة. من بين الأهداف أيضا الاشتغال مع هاد الشباب حول الافكار المشاريع، حول دراسه السوق، دراسه الجدوى، تكون واحد المواكبه قبليه قبل ما نوصلوا لمرحله التمويل، لكن ايضا مواكبه بعديه لانجاح هذه المشاريع على ارض الواقع. يعني اللي كنلاحظوا الان انخراط هذه المؤسسات البنكيه كيبين بان الاشكاليه ما بقاتش اشكاليه ديال التمويل، بل هي اشكاليه ديال افكار مشاريع جديده اللي نبغيو نخرطوا فيها ونموضوها. المشاريع اللي يحملوها شباب تكون واحد المشاريع مبتكرة، واحد المشاريع اللي غتعزز النسيج الاقتصادي الجهوي وتعزز تواجد وتنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة.